ضربة قوية للجزائر. أصبحت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة هيونداي ثاني مؤسسة من نوعها تقرر مغادرة الجزائر مع متم سنة 2021 والاستقرار في المغرب وفق ما كشفت عنه تقارير صحفية جزائرية وأجنبية، وذلك بسبب ملاحظتها السلبية حول مناخ الاستثمار في هذا البلد المغاربي في ظل مقارنته بما هو مطروح لدى جاره الغربي الذي يقدم بدائل أكثر نجاعة. وصارت هيونداي على نهج فولكس فاجن الألمانية التي قررت بدورها مغادرة الجزائر، حيث ارتكزت الشركة الآسيوية في قرارها على حالة عدم اليقين التي تخيم حاليا على قطاع صناعة وتجارة السيارات في البلاد وفق ما كشفت عنه صحيفة لوسواغ دالجيغي، وتحديدا بخصوص رخص تسويق السيارات الجديدة التي أوقفتها السلطات الجزائرية. وسجلت هيونداي وجود تردد لدى السلطات الجزائرية بخصوص إحياء عملية استيراد السيارات الجديدة والتأجيلات المستمرة لإصدار تراخيص لفائدة الشركات المرشحة للقيام بهذا النشاط، لذلك قررت إنهاء وجودها في الجزائر خلال السنة الجارية والانسحاب نحو أسواق دولية واعدة أكثر استقرار من حيث تنظيم لإيجاد المنافع التجارية وتحديدا في المغرب. نشكركم على حسن المتابعة.